ما حكم التقبيل على الرأس أو الأنف؟ المقصود عليه السلام. نعم. ما حكم التقبيل على الرأس أو الأنف أو الوجه؟ التقبيل يكون على الرأس، وإذا قبل على وجهه أو على أنفه لا مانع، لا مانع، إلا المرأة التي ليست زوجة له، المرأة التي من محارمه، مرأة من محارمه وليست زوجة له، لا يقبلها على وجهها، وإنما يقبل رأسها، نعم، ابتعادا عن الفتنة. نعم. ومتى يجوز هذا؟ نعم. ومتى يجوز لمن يعني؟ إذا قدم من سفر، تقبيل لمن قدم من سفر، تقبيل والمعانقة لمن قدم من السفر، أما من لم يكن قادما من سفر تكفي المصافحة مع السلام. نعم.